تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. مساء الخير واهلا بكم معانا من داخل صالة التحرير اليوم السابع. وبمناسبة ان احنا في شهر رمضان الكريم وده موسم دراما رمضان، مسلسلات كتير جدا موجودة على الساحة ولكن مش كلها بتقدر تحظى بنفس الضجة اللي حصلت، لكن مسلسل زي مسلسل الاختيار في الجزء الثاني واحد من اهم الاعمال اللي اتقدمت في دراما رمضان ومستمرة لحد اخر الشهر، وكل يوم في احداث جديدة وكل يوم في اعتقالات ونجاحات لرجال الظل زي ما بنقول، وحاجات كتير جدا احنا الجمهور بيتعرف عليها من خلال المسلسل، ممكن يكون سمع عنها او قرأ عنها في الجرايد او شاف في نشرات الاخبار، ولكن لما بيعيش القصة داخل العمل الدرامي بيبقى الوضع مختلف وبيحس قد ايه بحجم المعاناة اللي بيعيشها رجال الشرطة، الناس اللي بتحمينا داخل وطننا مصر. يمكن احنا في عدد كبير جدا من الشباب الموهوبين المتميزين والفنانين اللي شاركوا في مسلسل اختيار اتنين سواء كضيوف شرف او حتى بادوار مختلفه. النهارده معانا الفنان مصطفى عمر وهو واحد من المشاركين في مسلسل الاختيار وجسد شخصيه الارهابي او التكفيري ابو يوسف، وشفناه بشكل مختلف بعيدا عن الدقن والجلابيه والشكل اللي احنا الاعتيادي اللي احنا بنشوفه، لكن هو شخص ممكن تشوفه في اي مكان راكب جنبك في المواصلات او راكب عربيه او ماشي حواليك او قاعد في كافيه، شكله ما يدلش ابدا على ان هو ممكن يكون واحد من الارهابيين او التكفيريين اللي ممكن يساهموا في تفجيرات او في اغتيال بعض الناس. هو كان داخل المسلسل من دوره اللي هو يبقى في عمليه اغتيال مهمه جدا شفناها في الحلقات اللي فاتت والاحداث تطورت واتقبض عليه الحمد لله داخل الاحداث، هو موجود معانا دلوقتي عبر الفيديو. مساء الخير واهلا بيك معانا. مساء النور، مساء النور يا استاذ علي، ومساء النور على تلفزيون اليوم السابع وكل الناس اللي في اليوم السابع. ربنا يخليك يا رب. يعني يمكن الدور رغم ان هو دور لشخص تكفيري او ارهابي الناس كرهته من كتر ما انت اديته بشكل جيد ومتقن، ولكن هو في حد ذاته فرصه كويسه جدا ليك كممثل انت تستعرض مواهبك وتقدر تثبت قد انت قادر على تقديم الدور ده. وبكل بساطه احنا يعني شفناك شخص مختلف عن الصوره النمطيه لشكل التكفيري او الارهابي او الشخص اللي هو يكون بيساعد على تدمير عناصر في الشرطه او 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 حاجه من الحاجات دي. ولكن انا عايز اسالك بقى، يعني انا قريت لك تصريحات يمكن منها موجود عندنا في اليوم السابع ان انت كنت مشارك في اعتصام رابعه او كنت موجود فتره تجنيدك في الجيش في اعتصام رابعه وكنت شايف الاحداث بتحصل ازاي حواليك، ويمكن ده اكيد ساعدك على استلهام بعض الشخصيات اللي ممكن تكون موجوده في الاعتصام عشان تقدر تاديها بالشكل اللي ظهر على الشاشه. طبعا انا من حظي يعني اللي فادني جدا في الدور ان انا كنت واحد شاهد على الموضوع لايف، يعني انا ما خدتش المعلومات او ما خدت في معلومات كتير قوي وفي صوره كبيره قوي كونتها ما خدتهاش من السوشيال ميديا ولا التلفزيون ولا الاعلام ولا لا، خدتها انا شفتها بعيني وحضرتها وعشتها فتره، لان كمان قعدت فتره كبيره جدا هناك بادي دوري كجندي يعني في القوات المسلحه، فكنت بشوف بعيني كل الحاجات اللي بتخليني على عمال يراقب ويذاكر. فبقالي شهر او اكتر انا قاعد مش يعني مش ورايا حاجه غير ان انا بتفرج بشوف الانماط بشوف الاشكال بتاعه الناس بشوف طريقتهم في التعامل، فكان عندي معلومه كبيره قوي وباك جراوند كبير قوي نابع من كانك عايشت الحدث، وده كان من حظي الكويس لان انا كنت قاعد بمثل الشخصيه او الاحداث نفسها اللي بتتعرض دي انا كنت عارفها وشايفها كويس جدا. بس كان في خيالك ان انت اللي انت عشته ده ممكن يفيدك في دور من الادوار دي؟ يعني طبعا ساعتها ما كانش لسه معروف ان هيبقى فيه مسلسل يجسد الحاله اللي حاصله، ولكن انت في خيالك من الحاجات اللي انت عشتها وعاصرتها والشخصيات اللي انت قابلتهم كان في خيالك انت ممكن الشخصيات دي تتقدم في شكل دراما او سينما؟ لا لا خالص، يعني وانا ساعتها طبعا انا كنت ساعتها في وضع تاني خالص، يعني كانت ظروفي تانيه صحيح. خالص فما كنتش خيالي اي حاجه من الحاجات دي ابدا، لكن طبيعي في زي ما بتقال في الذاكره الانفعاليه بتاعت الممثل او في العقل الباطن عنده بيبقى متسجل صور هو شافها في حياته كتير قوي، فلما تكون الصور دي هو شايفها لايف او شايفها على الطبيعه افضل بكتير من انه يروح يذاكرها او يقرا عنها، زي ما بيتقال ايه انه راح عايش الدور، الممثل عايش الدور، انا عايشت الدور قبل ما يجيلي، يعني انا قبل ما يجيلي الدور كنت عايشه، فلما مجالي البور كنت كان عندي جزء كبير قوي من المعلومات ومن الصور اللي في خيالي عن التفاصيل اللي كانت بتحصل.
طيب انا عايز عن اعرف الشخصيات. منك يعني تحضيرك لشخصيه ابو يوسف، ويمكن قصه اغتيال محمد مبروك والتعاون اللي حصل بينك وبين ضابط المرور عويس، عويس وان هم اتفقت انت وهو على فكره ازاي تعرف منه خط سيره ويتم مراقبته وتتنفذ العمليه. هل انت قريت نص تحقيقات معينه او تابعت الاخبار على الموقع او شفت فيديوهات؟ يعني احنا كل الحاجات ليها فيديوهات حقيقيه من الواقع، يعني انت حضرت ايوه ازاي طبعا. للشخصيه دي؟ اولا زي ما قلت لحضرتك انا كان عندي باك جراوند شويه عن الشخصيات بمعلومات زي اي حد قريتها على السوشيال ميديا، شفت فيديوهات، قريت الاخبار زي اي حد. لما جالي الدور طبعا انا عندي ثقه في المعلومات اللي اطلع عليها المؤلف هاني سرحان والمخرج دكتور بيتر ميمي، وعندي ثقه في النقل اللي هم نقلوا لي جزء كبير قوي من اللي هم المطلعين عليه. انا مش هقدر اطلع على كل حاجه، او مش كل حاجه بتتعرض على اي حد، هم اطلعوا عليهم اللي هيقدروا ينقلوه. فانا كان عندي ثقه جدا في اللي هم ناقلينه لي. زائد بدات تاني اقرا تاني بس تركيز اكتر على الجزء اللي ليه علاقه بيا فنيا في الموضوع من اول وجديد. قريت اكتر عن الشهيد محمد مبروك، عن الحادثه نفسها، عن المجموعه اللي عملت العمليه. بعد ما قريت ده وكونت المعلومات اللي سواء من عند هاني، من عند دكتور بيتر، من عند الحاجات اللي حاولت انا اقراها، بعد ما كونت المعلومات كلها، وطبعا كان في التصوير بعض الناس برضو بتساعدنا في بعض الحاجات، بعد ما وصلت لي الصوره كامله معلوماتيا، قعدت بقى افكر في الموضوع فنيا، الشخصيه دي فنيا هي عامله ازاي. وكانت الشخصيه دي فيها تحدي لان هي كانت مختلفه زي ما انت قلت في الاول، ان هو مش تقليدي، مش الارهاب اللي احنا متعودين عليه. بالعكس ده بيمثل الخلايا النايمه اللي عايشه في وسطنا، اللي انت ممكن تبقى بتتعامل معاه في حياتك كل يوم وانت مش مدرك ده وراه ايه، او بيخطط ليه، او منفذ ايه قبل كده. فكانت دي صعوبه الدور، ان هو في حته كنت بقول دايما ان الشخص ده هو منهم بس مش شبههم، يعني هو من الناس دي بس مش شبه، ما تقدرش لما تدخل تقول ايه ده ايه اللي مقعد ده معاهم لو شفته في وسطيهم. وكانت دي نقطه قوته في الحقيقه وفي الدراما، ان هو مش مشكوك فيه ابدا ابدا، عمرك ما ايوه كنت هتفكر فيه. فكان مهم بالنسبة لي ان اعمله بشكل بسيط جدا، وانه يبان انه شخص عادي جدا، بس في نفس الوقت المشاهد لما يتفرج ما يرتاحلوش، يفضل طول الوقت قلقان متوتر منه، حاسس ان في حاجة. بالظبط، بس مش قادر يمسك ايه الحاجة، هو شايفه بشورت وشايفه في بيقضي حياته عادي جدا، بس هو مش هو قلقان منه، بس مش قادر يعرف هو ده عمل ايه، او هو ماله، انا قلقان منه ليه. فكان ده التحدي اللي عندي. طب يعني احنا شفنا مشاهد بتجمعك بالفنان كريم عبد العزيز، وطبعا هو حقيقة هو واحمد مكي وغيره طبعا من النجوم اللي ادوارهم مستمرة طوال الحلقات، شفنا منهم اداء كبير جدا، اداء راقي ومتقن، وحتى ضيوف الشرف اللي احنا قابلناهم خلال الحلقات الاولى ادوا هم كمان ادوارهم بحرفيه شديده جدا، وتاثرنا بيهم جدا. ويمكن الحاله اللي محققها المخرج بيتر ميمي بان هو يعمل توازن ما بين المشاهد الدراميه ومونتاج للمشاهد الحقيقيه مدي مصداقيه كبيره جدا للحلقات، ومخلي الناس يعني تشعر قد ايه حجم المعاناه وقد ايه مصر كانت رايحه في مكان بعيد تماما عن اللي احنا كنا بنتمناه. عايز اعرف منك كواليس شغلك مع مشاهدك مع كريم عبد العزيز، خصوصا ان هو يعني عنده خبره كبيره جدا في التمثيل، واعتقد ان هو ممكن يكون مثلا يعني هل مثلا قدم لك نصايح معينه او اتكلم معاك في تحضيرك للمشهد هتعمله ازاي، وحاول ان هو يعني يعمل توازن بينك وبينه في الشغل؟ اولا هو يعني استاذ كريم انا عايز اتكلم عنه بشكل بقى ايه انساني، لان فنيا كلنا عارفينه، وغالبا انت لما بتبقى كممثل رايح تقابل ممثل انت اصلا هو بالنسبه لك يعني انت فان كبير ليه، فيبقى عندك صوره كده انت رايح متكونها عنه مسبقا. ساعات ممكن الصوره دي تختلف لما تقابله على الحقيقه، ممكن تكتشف ان لا مش زي ما انا كنت. بالعكس انا لما قابلت استاذ كريم الصوره اللي كانت في خيالي كبرت اكتر، والكلام الكويس اللي كنت بسمعه عنه حسيت انه قليل جدا عليه، لانه انسانيا بقى انا اتعاملت مع شخص صراحه مشجع جدا، باور بيدعمك قوي قوي. يعني انا لما اتعاملت مع استاذ كريم في اول تعاملنا خالص مع اول مشهد، طبعا رايح اصور مع كريم عبد العزيز وكده،
فدخلت اول مشهد هو دخل ما اتكلمش اي حاجه خالص، مركز جدا، ودي من الحاجات المهمه قوي 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 اللي انا استفدت منها، واللي انا في المشهد خلتني عملت زي معايشه ان هو دخل قعد هنعمل بروفا، هو بيتعامل معايا طول الوقت ظابط مش كريم عبد العزيز وممثل وهنمثل مشهد. هو من ساعه ما دخل من الباب، يعني انا اول ما دخلت قعدت في المشهد بتاع التحقيقات ده، كان اول مشهد صوره معاه، وكلبشت وقلت لهم سيبوني، يعني انا عايز اقعد هنا شويه متكلبش، يعني سيبوكم مني اعملوا اللي بتعملوه، جهزوا نفسكم سيبوني. شفت ان الاستاذ كريم دخل فتح الباب، السلام عليكم مفيش حاجه، هو ظابط داخل مولع سيجاره عمال يبص لي، ولسه مفيش اكشن ولا بروفا ولا اي حاجه، وانا قاعد باصص له متقمص الدور بص لي جدا جدا جدا. فانا فهمت، فقلت حلو هايل جدا، خلينا احنا الاثنين متقمصين، ناس تظبط اضاءتها، ناس تعمل اللي هي بتعمله، اول ما يقولوا اكشن نخش على طول. بعد ما خلصنا المشهد خالص لقيته بيعتذر لي، بيقول لي انا متاسف. فانا مش فاهم، فبقول له على ايه حضرتك؟ فقال لي انا متاسف يعني عشان طريقتي وتعاملي معاك ونظراتي ليك، ويعني بس عشان ده المشهد. وقلت له بالعكس انا مبسوط جدا، ده هو ده اللي خلاني عملت المشهد حلو، لانه بعديها بصراحه اتكلم عني بشكل يعني جميل قوي، يعني من اول ما عملنا البروفا لقيته بيتكلم دكتور بيتر وبيقول له الممثل كويس وانا مبسوط وسلم عليا. يعني بصراحه مش عايز ايه اتكلم عن نفسي وكده، بس هو الراجل بصراحه اتكلم عني بشكل كويس جدا، شجعني قوي، قال لي شويه حاجات بصراحه فادتني. قول لي بقى، عندك خبره كبيره في انواع المعدات الثقيله، رشاشات، بنادق. هو اقول لحضرتك على حاجه، في حاجه انا كنت في الجيش الحمد لله، وكنت شاطر في الرمايه، يعني كنت من الناس الشطار ساعتها يعني. فلما جيت مسكت السلاح انا متعود عليه، يعني انا مش اول مره امسكه، يعني متعود عليه ومتعود عليه بجد نرخي، بس كان عندنا تفصيله ان انا متعود عليه ميري، يعني انا متعود على مسكته الصح. ايوه، بس كان الشخصيه اللي انا بعملها ما بتمسكوش صح. ايوه، الشخصيه اللي انا بعملها هو مش متعود زي انا مصطفى. مصطفى عارف مسكته ازاي والصح ايه وبيتمسك ميري ازاي والحاجات دي، لكن هو الولد دون مش لازم يبان انه بيمسكه باحترافيه كبيره، مش لازم يبان ان هو بيمسكه زي ما احنا بنشوف مثلا زي كجندي قبل كده، لا هو مسكوش بنفس الطريقه دي، مسكه ثانيه خالص. كنت حريص برضو على الجزئيه دي، ان انا ما اتاثرش بال تفصيله مهمه، ان هو يبان ان هو ما عندوش خبره في حمل السلاح، تفصيله مهمه جدا، لان هو كان شغله مختلف بعيدا عن الاسلحه يعني. بالظبط بالظبط، حتى هم نفسهم اللي بيتعاملوا بالسلاح ما بيمسكوهوش بنفس الطريقه اللي هتلاقي فيها الضباط والعساكر بيمسكوها، في طريقه عسكريه وفي طريقه الغوغائيه اللي هم بيمسكوا بيها السلاح، حتى هم هتلاقيهم غوغائيين في كل حاجه حتى مسكتهم من السلاح. طيب قول لي يا مصطفى، يعني يمكن الادوار اللي من النوع ده ادوار على قد ما هي بتسيب بصمه كبيره جدا، على قد ما هي برضو بتخوف، يعني ممكن الشخص اللي انت جسدته دوت اهله او حد من قرايبه او حد من اخواته يبقى شايف ان انت مثلا ظلمته او جاي عليه، فيبقى عايز ينتقم منك او يضطهدك، او يعني ما خفتش من الفكره دي ان هو يبقى في رد فعل لاهالي الشخصيات الحقيقيه ديت اللي انت جسدت شخصيه منهم، ان هو ممكن يكون في رد فعل منهم تجاهك؟ والله هو يعني هو طبعا ده لازم يبقى في الحسبان، يعني دي لازم حاجة تبقى موجودة في الحسبان، هي مش حاجة برضو هينا، خاصة ان انا بيجيلي مسجات على قد ما فيها حاجات حلوة وبرافو عليك وهايل، وبشوف كومنتات في صفحات عندي وصفحات بره برافو احنا كرهناه عشان الدور، على قد ما بيجيلي حاجات انا كرهتك انت عشان انت عملت كذا وانت، وحاجات بقى ليها علاقة بالشتيمة، ومش بالشتيمة في الدور نفسه، حاجات ليها علاقة بشخصك انت يعني بالتهديد، ويعني قصة كده. ف بس ما هو ده دوري يعني جات لك تهديدات اوريدي؟ مش تهديدات بمعنى، بس فيها شتايم، فيها قاز، فيها انت بتعمل، انت مش عارف انت بتعمل مين، يعني حاجات ليها علاقه، تحس ان الموضوع شخصي عكس مش فني. ايوه، بس في الاول وفي الاخر ما هو ده دوري، وانا كان ليا دور قبل كده في نفس الحدث، يعني دور ميري، يعني دور زي ما بيتقال دور وطني، لما كنت مشارك في الاحداث كجندي، فده كان دوري، ودلوقتي ده دوري فنيا، يعني انا بقول الحمد لله ان انا اديت دوري على كل المستويات.
كان فنيا او يعني كجندي او فنان. لا الحمد لله انا بعمل دوري كل الاتجاهات. طب قول لي، هل بقى الدور ده بالنجاح اللي اتحقق ده فتح لك سكك لموسم جديد ان شاء الله بعد رمضان في اعمال تانية يا رب تعاقدت عليها، ولا لسه الدنيا هاديه؟ لا لسه الدنيا لسه هاديه، لسه الناس بتتفرج كلها. الحمد لله رصيد الافعال من الدور كان فرحاني جدا يعني الحمد لله. حتى في تشبيه كده طالع عندي شويه على السوشيال ميديا بتبعت لي منه كتير وبقابله في حياتي كتير يعني في السوشيال، جوستافو بتاع بريكنج باد، بلاقي ناس كتير قوي بقى مهزره وعماله تتريق وعماله تقول يا جماعه اول مره نعرف ان جوستافو طلع اخوان يا جماعه، وناس ممنشنه بعض يا جماعه قلت لك هيطلع اخوان على جوستافو نفسه. ففي هزارايه كده عجباني بصراحه ومضحكاني جدا يعني. ما ده دليل على ان الدور معلم مع الناس وبيدوروه على كوميكس كمان اهو. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مصطفى بشكرك جدا والف الف مبروك على مشاركتك في مسلسل الاختيار في الجزء الثاني، ده واجب وطني على كل الفنانين وكلنا اكيد بنتمنى ان احنا كلنا دور داخل العمل كل الناس بتشوفه مسلسل الاختيار في الجزء الثاني. انا بشكرك جدا وبالتوفيق وكل سنه وانت طيب. شكرا ليك وشكرا ليوم السابع ولكل الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي. شكرا جزيلا. مشاهدينا في كل مكان، ده كان لقائنا مع مصطفى عمر، اتكلمنا شوية عن دوره داخل مسلسل الاختيار في الجزء الثاني. خليكم معنا وتابعونا من داخل صالة التحرير اليوم السابع، المزيد من لقاءات والتغطيات. كان معكم علي كاشوتي.